تعاني الحمد لله على السلامه يا فهمي. مين اللي بقى يا فهمي؟ الله يسلمك يا اسلام. الحمد لله على السلامه من المغرب، وحمد لله على السلامه في المكالمه. انا لسه هناك، سابوني ورجعوا هم. ايه ده؟ هم انتوا سبتوا حد يسيب فهمي ويرجع؟ كنت عايز اقعد معاك بس عندي ما عنديش وقت. يا نجم بيقول لك كهربا كان عايز يقعد معاك بس ما فيش وقت. كهربا ده حبيبي والله. حبيبي. وابو الرجوله ولسه خسرته من شويه والله. حبيبي يا اخويا والله ربنا يخليك. وببارك له هو وشريف وكابتن سامي. ربنا يخليك. والله يعني سنتين استثنائيين بجد يعني، وجيل رجاله ولسه عندهم كتير يعني، حتى ما عملوش كده وهم بيخلصوا، لو عملوا كده وهم لسه في بداياتهم يعني. مبدئيا الاول ببارك لكابتن سامي. سامعيني كويس؟ سامعينك ببارك لكابتن سامي الاول طبعا، وكان حظي حلو اسمك كلمه شويه بعد الماتش. ربنا يخليك. اختم بكهرباء بس. شريف انا بحبه جدا، يمكن احنا ما اتعاملناش مع بعض قبل كده بس انا بحبه جدا. بدايه ما كنت بتابعه لما طلع حتى اعاره الانبي كنت بتابعه على طول، ولما رجع كان في انترفيو عامله قبل كده وقال كلمه، عرفت ان الراجل ده من ثالث النادي الاهلي وراجل هيبقى ليه شان كبير. قال لك الجنيه في الاهلي ب 10 بره. دي كلمه مش ناسيها لحد دلوقتي، دي باين شخصيه لعيب كبير مكمل وشخصية النادي الاهلي. هو شايف نفسه دلوقتي حب الجمهور ليه وتقديرهم ليه، وانا واحد منهم واولهم ومن اوائل مشجعيني وجمهوره. واشكره على اللي عمله الفتره اللي فاتت، وبشكره على الموسم ده بشكل خاص يعني. كهربا ده بقى اخويا الصغير، هو عارف يعني والله اخويا الصغير وابو الرجوله كلها والله فعلا يعني. في ناس ساعات بتاخد انطباع عن كهربا انه بيهزر وبيهزر كتير وبيحب الهزار وبيحب الضحك وبيحب. كهربا من اجدع الناس اللي ممكن تتعامل معاها اسلم. اتغير يا فهمي. والله فعلا. وبقول لكم يعني كهربا كمان لسه عنده اسلم ثلاث اربع اضعاف اللي هم طلعوا معانا. لسه في كتير ولسه لازم يشتغل على نفسه كتير. بس انا بقول لجمهور النادي الاهلي كهربا باع الدنيا كلها عشان يكون معانا، فده لازم نشكره له ولازم نشجعه دايما ان يكون احسن. وانا شايف ان الفتره دي كهربا مركز كويس وقافل على نفسه كويس. انا بتكلم يعني بشكل خاص وبشكل شخصي، لان احنا يعني بنتواصل كل فين وفين انا وهو برضو. بشكركم كلكم بشكل عام يعني، وانا لسه في المغرب سبتوني ورجعتوا كلكم. بتعمل ايه في المغرب يا فهد؟ اسلام انا الصوت بيقطع عندي قوي. بقول لك بتعمل ايه في المغرب؟ ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه في المغرب؟ خلاص الماتش خلص ولا عندك افتتاح فيلم هناك ولا ايه؟ ما هو انت عارف بقى يعني، هو الموضوع كان طياره خاصه. فانا ماليش علاقه، انا قاعد انا وهنا دكتور محمد شوقي وعادل محمد شوقي برضو. راجل محترم جدا بصراحه، انا مستمتع بالقعده معاه يعني. ومستنيين ان شاء الله بقى اول طياره هنرجع على مصر باذن الله يعني. كنت قلقان امبارح في الماتش وانت بتتفرج ولا كنت متاكد ان احنا هنكسب؟ انا كنت واثق ان شاء الله ان احنا هنكسب، بس برضو الفرقه دي نتائجها غريبه بقى يا اسلام. يعني الفرقه دي وصولها للفاينل نتائجها غريبه. ماتش سيمبا 3-0 في 4-0. ايوه فرقه غريبه ما تفهمهاش حاجه. ماتش الوداد يخرجوا الوداد في المغرب هنا 1-0 وهناك يتعادلوا 0-0. ايوه فانت الحاجات دي خليك تقلق برضو، خلي بالك يعني مش وبتلعب فاينل ايا كان انت بتلعب مين وبتلعب فاينل، ده انت كده كده قلقان. لكن زي ما انا بقول لك في الاول الجيل ده بجد مش ان هم قاعدين يعني، الجيل ده هي ممكن عندهم فرصه ان هم يعملوا حاجه ما اتعملتش قبل كده. الجيل الذهبي نفسه بتاعكم انتوا يا اسلام، انا يعني احنا كلنا كاهلاويه نتمنى ان كل ارقامكم تتكسر يعني ونعمل ارقام اكبر. وانا بقول لهم ان هم عندهم فرصه كبيره لان هم كمان اعمارهم صغيره كلها. ايوه مظبوط. يعني انت بتتكلم كلهم صغيرين فعلا. بس رجاله وكان عليهم ضغوطات كبيره جدا الفتره اللي فاتت. والمجلس برضه بصراحه انا بشكرهم بكاد كابتن يعني، لان ده اكتر مجلس في تاريخ النادي الاهلي اتعرض لضغوطات حقيقي. ايوه مظبوط. ان انت توصل السنه اللي فاتت العلامه كامله. والسنه دي برضه يا مساهم انت بادئ في افريقيا وان شاء الله الدوري باذن الله نرجع نركز فيه. هتبقى حاجه حلوه قوي باذن الله السنه دي يعني. يا رب ان شاء الله. مبروك على المولود كمان حبيبي يا فنان، الله يخليك الله يبارك فيك. طبعا فهمي بشكرك طبعا على الكلام الجميل اللي انت قلته دوت، يمكن انت اللي من اجدع واحسن شخصيات الواحد بيتعامل معاها، ودايما وشك حلو علينا، يمكن على طول طبعا
معانا في كل الماتشات وبنتفائل بيك جدا، وخليك معانا على طول في كل الماتشات، والف مليون مبروك طبعا على الفيلم، يعني مكسر الدنيا يعني بصراحه. حبيبي تسلم، ومستنيكوا بقى تخشوا الفيلم تقولوا لي رايكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا، فهمي دايما معانا في كل حاجه بجد.